اهلا بحضراتكم على شاشة القاهرة الإخبارية. احنا في حضور الجنرال ديريك فرانس، هو قائد القيادة المركزية الجوية الأمريكية. بنرحب به من هنا من مطار العالمين الدولي في أولى أيام فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء. Thank you very much, General لك حضرة القائد فرانس على كونك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. من الواضح أنها تجربة جديدة لك هنا في مدينة العالمين الجديدة. بداية نود أن نعرف انطباعك عن مدينة العالمين كمدينة. شكرا لك جزيلا، شكرا على هذه الفرصة لأكون معك هنا اليوم في هذا الصباح. إن انطباعي الأول حول العالمين أنها مدينة رائعة، مدينة ساحلية رائعة. ذهبت إلى القاهرة وعدة أماكن أخرى داخل مصر، إنها مختلفة عن مصر وهذا البحر الرائع، ولا زلت أنظر إلى هذه المباني الرائعة إنها مختلفة بالطبع. بالإضافة إلى هذه الرؤية التي قد ذكرتها حول مصر والنهج الاستراتيجي لمصر، نحن أنت أيضا مهتم بمجالات فيما يتعلق بالقوات الجوية وقوات الدفاع والجيش. وبما أنك هنا اليوم مع تمثل الولايات المتحدة كمشارك في هذا المعرض، ما هو انطباعك حول تنظيم هذه الفعالية الذي يحدث في مصر؟ أنا بالطبع منبهر للغاية بقدرة القوات المصرية ودولة مصر على أن تقوم بفعالية بهذا المسار وهذا القدر الكبير من الاحترافية. كقائد للقيادة المركزية للقوات الأمريكية، نحن هنا لدعم القوات المصرية شركائنا في هذا المجال. هذا هي الفعالية الكبيرة بهذا المدى الواسع، العديد من البلدان تشارك هنا اليوم. إنها فعالية ومعرض دولي ونحن سعداء للغاية لكوننا هنا. وأيضا يمكن أن نسمع العديد من الأصوات للطائرات، هذا بالطبع أمر مألوفا بالنسبة لك هذه الأصوات. نعم بالطبع، على مدار مسيرتي المهنية لطالما سمعت هذه الأصوات. نحن سعداء للغاية لكونك معنا اليوم. نتحدث أكثر حول مدى انخراط ومشاركة الولايات المتحدة في هذه الفعالية على مدار الثلاثة أيام القادمة. ما هي رسالتكم الأساسية التي تود أن تشاركها معنا اليوم؟ من المهم للغاية أن تكون هذه المعارض موجودة، لأن هذا يشمل أن نكون قادرين على بناء شراكات استراتيجية، وهذه أحد الأعمدة الأساسية لنا كقوات جوية أمريكية. وأيضا بمنظورك، ماذا يعني هذا للولايات المتحدة من صناع قرار وغيرهم ليكونوا جزءا في هذه الشراكة مع مصر في هذا الوقت الحاسم بالنظر إلى تطورات الأوضاع الحالية في المنطقة؟ هذه منطقة حيوية للغاية، لذلك نحن ننظر إلى مصر كأساس للاستقرار في المنطقة، وهذا يحوي الكثير من المعاني والكثير من المجالات. أيضا مجالات الجيش والدفاع وغيرها من المجالات من الناحية العسكرية، خاصة من ناحية القوات الجوية. نحن لدينا شراكة قوية للغاية مع مصر، نقوم بعمل تدريبات مشتركة والعديد من الشركات في مجالات مختلفة. نحن منبهرون للغاية بمدى الاحترافية والأمور التي نتعلمها من الجانب المصري والتي نعرضها عليهم. إن الولايات المتحدة لديها خبرة كبيرة في العديد من المجالات العسكرية وتقوم بالقيادة بارزة في العديد منها أيضا. ما نوع الشراكات التي تظن أن يمكن أن أو تتوقعها يمكن أن تكون رائعة مع مصر؟ أعتقد أننا نستخدم هذه الفعاليات لأجل مزيد من الشراكات، سواء ناحية التدريب أو غيرها من المجالات. أظن أننا سعيد للغاية لأن لدينا هذه الدول التي يحدث بيننا تفاهم مشترك للثقافة، وهذا أمر نرغب أن نستغله في العديد من المجالات الأخرى. السبب وراء سؤالي هو أن مصر لطالما اتخذت خطوات كثيرة نحو الأمام فيما يتعلق بالبدء بالصناعات العسكرية وأن تكون قادرة على التصنيع العسكري. وهناك بالطبع نوع من المنافسة في هذا المجال.
كم الولايات المتحدة قادرة على التعاون مع مصر لأجل استدامة وتحسين هذه المجالات العسكرية مع مصر؟ إن الولايات المتحدة عازمة على الاستثمار في العديد من البلدان الأخرى، ولطالما كنا نفعل هذا تاريخيا. هذا الاستثمار ليس فقط يتعلق بالأموال، وإنما هو أيضا استثمار في الوقت وفي العلاقات، وهذا ما أظن أنه قد بدأ بالفعل وما ينتهي به المطاف نحو علاقات قوية للغاية بين الجيش وبين القوات الجوية وأيضا بين الدول. وهذا سؤالي الأخير، ربما كم يبدو هذا قويا فيما يتعلق بالتعاون التقني وغيره من المجالات؟ أعتقد أنه رائعا الآن، وأعتقد أن هذا المجال ينمو لأجل مزيد من التفاهم والتعاون. هذا التعاون الذي يشمل على نتائج رائعة، سوف نستمر في الاستثمار في الأفراد والتكنولوجيا حتى ينتهي بنا المطاف في أمر نستطيع أن نعمل على تطويره. السيد الجنرال القائد درينك فرنس، القائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، لقد كان من الرائع أن أراك هنا اليوم، وأتمنى أن أراك في مصر في العديد من المرات القادمة. شكرا لك، شكرا جزيلا لك.